يو سوب جايز الجايز والجايزة باش لي جايز سو جايز اليوم جا ليكم رياكسيون جديده رياكسيون ديال عشان يضربني ماكس. المهم السونغ هادي بزاف ديال الناس سمعتهم كيقولوا لي دير لا رياكسيون, واحد الناس يقول لي ما ديرلاش رياكسيون حيت شحال واحد ما مزكاتوش, واللي ما مزكاتوش انا براسي اني متشوق جدا باش نعرف واش هاد الشيء فري ما مزكش مادام ولا لا. والحمد لله السونغ طلعت ثلاثه في الطوندونس وضربات 1,600,000 هاد الشيء زوين. يعني خونا غبر ولا حسونغ 1,600,000 هاد الشيء باش كيعجبني ديزي فهمتي, مازال محافظ على البوبليك ديالو يعني واخا تيغبر. 112 ديال كي ديال لايكز و 18 كي ديال ديزلايكس, يعني عاد كميه هايله يا صديقي انا ديال ديزلايكس ياك هادشي ما تيبشرش بالخير. سو جايز خلينا نبداو لا رياكسيون. جبت لكم واحد الطريقه اللي بغى يخرج من لا ميزير يولي المهم عنده فلوس كدا يترفح يطلع لالمان كدا الساطات تيتيز تاع اللاعب. المهم داكشي ايزي اخي انس ما عليهم شنو يديروا, دخلوا السيت لي في الديسكريبشن. دخلوا السيت لي في الديسكريبشن. اليوم جبت لكم واحد الطريقه زوينه, غتلقى واحد اللينك في الديسكريبشن, غتلقى واحد خونا كيشرح لكم كاع داكشي بلا ديتاي يعني كلشي كلشي يعني غادي يشرح لكم داكشي من ا تال زد كيفاش تطلع الالمان لاليمان المانيا جيرماني. المهم البنات اللي ما باغيين يمشيو المانيا عمره ما بين 18 و 27 عام ما تسجلني كونت بلوكين تتخربيق. المهم داكشي ايزي بلا فيزا بلا والو يمكن لك تطلع ايزي بيزي. هادشي كامل شكون اللي غيشرح لك تلقى واحد اللينك ديالكم غتلقى واحد خونا يدير لك يشرح لك داكشي كامل ما شنا اللغه دويت بها دابا. وبالنسبه للدراري اللي عندهم تكوين مهني ونيفو باك وخارج من الكاتريام وكذا فهمتي, المهم حاق القرايه والاجازه وداكشي كامل اي ديبلوم عندك سواء من الكاتريام من الفوق ممكن تدفعوا التكوين المهني الالمانيه بالقانون الجديد اللي غادي تاخذوا الفيزا بسرعه يعني ايزي بيزي. يعني ما كاينش داكشي بقيت عطلك ولا باش حيت المانيا دارت قانون جديد فالتكوين هادي تخلصوا من الشهر الاول والفيزا ما تحتاج ليها لا ضمانه لا فلوس يعني غتطلع تما بزيرو درهم. هادشي زوين. اللينك ديال اللعيبه في الديسكريبشن غتلقاو الديسكريبشن تدخلوا ليها غتلقاو داكشي كلشي خونا كيشرح لكم. سو جايز ما نطولش لكم بزاف هبطت تحت الديسكريبشن غتلقى واحد اللينك ناري. سو جايز ما نطولش لكم بزاف سبسكرايب باش نوصلوا 100 كاف اقرب وقت وانستغرام ديال واد وصلوا 30 كاف اقرب وقت وصلوها. وما نطولش لكم بزاف نتمزكوا اللعيبه ديال عشان يضربني ماكس عشان يضربني جوردن اللي اللي سمعت انا قال لك على ان الكليب مفرقع بزاف كيبان لي داكشي المهم واعر اذا ازوين ياك ما خصنيش ندوي معاك فاك سيغون دابا اونلي از اونلي افتر يو لوز ايفريثينغ ذات يو ار فري تو دو انيثينغ يا بلان بلان الصوت ها كيعجبني هاد الصوند ديال شتات كتعرف سميت هادشي هذا كوران ما عترونا فلتات لينا دي اخي شي بلاصه فين مصور فيها بلان الصاد كيف ما عرفت بزاف ولكن كنحس بشي حاجه ناقصه ما عرفتش شناهي. ناضي ناضي يا رب يكون سي سويتش حيت ما عجبنيش في الاول بزاف فهمتيني كي شي مفاجاه ضروري حيت دابا بلان في الاول فهمتي بالي الفلوات اللي مقصر بهم ماشي شي حاجه اللي مفرقعه فهمت داكشي بيزك عادي فهمتي ماشي شي حاجه يونيك. ايوا باش تكون شي لعيبه جايه زوينه ولكن الكليب نسى الكليب نسى مقود اصلا ديزي مقود قود ديزي وحق الرب كي مزك ناضي وحق الرب خا ما طلعت تصورت شو داك النار ولكن هاي
خونا اللورد ايش داش فهمت عرفتي بعد اللعيبة دابا علاش كيديرو زعما كيبقاو يكثرو لي بلون بزاف عرفتي علاش ولا لا؟ سبوتيفاي لي بلاتفورم باش ستريمي باش الرابور ديالنا يربح لاق وهاد اللعيبة زوينة بزاف كي حيت كدار في ميريكان بزاف كيما كتشوف داك ديسك ديال دريك نون ستوب يعني عامر بلا بلون ديسك ديال ليل بيبي الاخر مع دا بيبي عامر بلا بلون علاش باش تمشي تستريمي؟ بنادم كيفكر اصاحبي حتى ديزي كان اول واحد غيديرها بزاف ياك ديجا داروها قبل ولكن هما راني غنتابع ليها بزاف مريا قتلتي شو سي تراك فيها وقيل. ميبي شو كان ديش بزاف ناري عيني كديرين اشوف 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 هذا مقود الكوبلية دي عجباتي هذا جيستر عربي عنت ربنا مشدد بالموجي مهدد نضرب بالمؤبد هذا تسمح قود لا ماشي صافا كوبلي الثانيه مقوده على الاولانيه فين كيجي حال مقوده كنضرب كاسكيت كنضربو هادي سيسي سيسي دابا هادي شنو هاد الشيء عاود انجلس I like it. والله تاع I like it بالرب. والله تاع عجبتني انا نيشان زعما نجيك نيشان فهمتي ماشي حيت انا ام ريل فان ديالو ولكن راه مزكاتني الصوت فهمتي هبط فيها الصوت ديالو زوينه صاحبي. هادشي اللعيبه اللي جات تبان ناقصه الاستري كان خصو شويه يهبط يمكن يا دابا نحبسوا حيت الاذان صاد بديك الكاسكيطه بنتي عياز يدي زيد راس لا صاد واحد دابا انا فهمتي لا لا دابا دابا الكروب والاخرين لا نقول لك واحد اللعيبه دابا السيل ديالها شو زوين السيل ديالها زوين فهمتيني جات كاب بحال هكا ماد ان يو كي ماد 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 قول لي شنو والله حتى مزكاتني الصاط نقول لك زعما شو 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 نقول لك علاش اللعيبه اللي جاتك انت ناقصه وتاني انا فهمتي ماشي 100% ضرباتني اللعيبه ديال الانسترو فهمتيني جا فحال كنخصو يهبط واحد شويه فهمتي ما بقاش طالع سمعتي بقى فهمتي بقى غادي عادي فهمتي كنت تسويت حتى واحد شويه كانت غتجي زوينه لا 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 ما عجبنيش ما صوصو ما عرفتش صوصو ديال يصور مقودة صور مقود نعم ما كان خصو يدير هاد اللعيبة هادي هاد لاحظتها أنا ماشي ماسوني وخا تشوفني في الفلافل اللعيبة ديال المتنبي أنا ماشي ماسوني وخا تشوفني في الفلافل أنا كنت المتنبي دابا شو انا مكان ديزي مش بحال باغي يوصل شي لعيبه من هاد اللعيبه هادي حيت ديزي مش كذا ما غادي يحطها ما صوتو ماشي ديال مسطي واحد قرب مسطي شو
وحق الرب تنسطيت ديزي اجي شو واحد ليه بس ودابا هو كيقول ما عمرنا كميت ما عمري شربش ما عمري شرب شيكا ولكن هو واش شتي اصات في البولفار كيفاش كان خونا كيفاش كياكثر واحد الدرجه فاش كنت تيقول لك ودابا غتحركوا معايا غنوضوا بحال هكا فهمتيني هربوا لي الصوت تفرج فيك اخاي سكوت ورا غنديروا داك التيت صافي واخا فهمتيني قلت لك الصوت واحد الطريقه اللي كيدوي لها عاوتاني العواز قادو وحسادك العواز قادو فهمتيني تمنط بزاف اخاي سكوت وتماره وحق الرب والله جبت نعاودوا الغوته زوينه سير على صات ما جاتش مع اللحن ديك انا ماشي معصوني واخا تشوفني في الفنا ما جاتش اه جات بحال بان ديكالي ما بانش هو لا ما تغنيش بصوت هكاك صات ديزي بليز دونت ليت زوينه وحق الرب اي لايك ماكينه الصابون جوج اورو كتدخل حوايج دابا جوج اورو فيها سبايدر مان الصاب اير ماكس سو قالوا لي راكم ما عجبكمش لا رياكسيون بالنسبه للتراك فهمتي بزاف ديال الناس انتقدوا انا معاهم يعني من حقهم ينتقدوا الطريق حيت ماشي شي حاجه اللي مفرقعه بزاف بالنسبه ليوم هما انا زعما مزقني غنحطو في البلاي ليست ديالي غنبقى نمزق لي حيت فيه واحد الفيلينغ لعبات اللي ما مزقونيش الفيرس الاولى فهمتي بان لي فيها فلو بيزكس بزاف الفيرس الثانيه ناضيه فهمتي فاش كيدوز داك البلون فهمتي ديال خونا غيطلع في الديزاين غيطلع في الطوموبيل وراه داك خونا اللي لور الطوموبيل وراه هذيك اي لايك ات فهمتي جات ناضيه لعيبه واش اللي ما عجبتنيش الفيرس الاولى وما عجبنيش داك السواج ديالك انا ماشي مازوني فهمتي عجبتني المهم شي ما داش فيها واحد الفيلينغ قوي بزاف و اي هوب زعما يكونوا جايين شي لعيبه تفرقين على هكا ومن ناحيه ديال الكليب تنسى مزكني بزاف الكليب ناضي وحق الرب مزكني من عينيه مزكني من عينيه طربني تيقولوا وكانت ديال لا رياكسيون وما نطولش لكم كان بان بيضه الصاط كنصورها بلي باش نبان كحل بالروز اه باش نبان عزي اجي ندير شي لعبه ديال المينياتور سو غاز ما نطولش لكم بزاف كان معكم ديسكوت تهلاو اللي يمشي لدارنا اه درت شو سمعت سكوزا مازال